الصدق ده ها في ثلاث حاجات: صدق التوجه للخير اللي هو ربنا قال عنه، وقل ربي ادخلني مدخل صدق، وقل ربي ادخلني ايه؟ مدخل صدق. هو ده صدق التوجه للخير، ده مدخل صدق. اثنين، ثبات القلب على قدم الصدق، ان هو اذا عزم يثبت. وبشر الذين امنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم، قدم صدق. نمره ثلاثه، الطيب من القول، وده اسمه لسان الصدق اللي دعا بها سيدنا ابراهيم فقال: واجعل لي لسان صدق في الاخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم. اللهم اجعلنا من ورثة جنة النعيم. يبقى هي دي الصدق، التخلص من الاوهام والاماني. ما تقعدش بقى تتوهم وتحلم وتتمنى، اشتغل نفذ. اثنين، اعداد العدة لكل عمل، انك عشان تشتغل. قال الله عز وجل: ولو ارادوا الخروج لأعدوا له عدة. عشان تعمل، جهز نفسك ازاي تعمل العمل ده. من العدة للعمل التصور الذهني للعمل قبل الشروع فيه. قبل ما تعمل عمل، تصور العمل ده هيبقى شكله ايه، ازاي انت بتعمل عمل لربنا. ان الله جميل يحب الجمال، ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه. تتقن عملك، تحسن عملك، تجمل عملك، تقدم عملك لربنا في احسن صوره. ثلاثه، علو الهمه وحث النفس على اللحاق بالصالحين. اربعه، ضربه البدايه. اهم حاجه انك انت تبدا. ما تفضلش تتكلم كتير، ما تقولش انا بجاهد زي الواد الخايب اللي كل ليله يقول انا هعمل جدول مذاكره. اشتغل، نفذ، ابدا ضربه البدايه. وانصحك عشان ضربه البدايه دي تستمر، الاخذ بالاسهل. وما هو احب الى النفس، وتدبر الشعور والاحساس بلذه العمل، وتفقد اثر العمل بعد العمل. كل دي من الحاجات اللي بتشحذ الهمه، بتشحذ العزم، بتخليك تستمر، بتخليك تتحمس وتبقى احسن. اقول تاني، اهم حاجه ضربه البدايه دي. ابدا ازاي؟ اهم حاجه في البدايه نمره واحد، الاخذ بالاسهل. ما تجيش في البدايه وتقول هبدا بقراءه خمس اجزاء في اليوم. لا 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 لا، اقرا الجزء في اليوم بالراحه. ما تجيش في البدايه وتقول انا هصوم الاسبوع كله. لا، صوم يوم ويوم. الصيام يشق عليك، ابدا بالاسهل، تلاوه القران، الذكر. قيام الليل بيشق عليك، قم قبل ما تنام. ابدا بالاسهل والاحب الى النفس. ثلاثه، اللي يخليك تستمر، الشعور بلذه العمل. استشعر ان العمل ده جميل وحلو وتمتعت بيه. استمتعت وانت بتصلي، استمتعت وانت صايم، استمتعت وانت بتقرا قران، استمتعت وانت بتذكر ربنا. دور على الاعمال اللي انت بتستمتع بيها، اللي حلوه في عينك، اللي حلوه في قلبك، اللي بتجيب اثر جميل على حياتك. شوف اثر العمل ده بعد ما تعمله. خمسه، التدرج وتنويع العبادات. اشتغل، اقرا قران، واذكر ربنا، وقوم الليل، وصوم، وتصدق، واتعلم علم شرعي. اعمل نوع الاعمال. سته، صحبه الصالحين واصحاب الهمم او القراءه والسماع عنهم، والبعد عن البطالين واهل الفسق والفجور.